السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي لغات في قناتكم لتسلير. عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة معدنا مع مادة الساينس لسون نمبر 4، ده آخر لسون في الكونسبت الأول من الترم الثاني. يلا بينا نبدأ في لسون 4. لسون 4 في تجربة experiments جميلة جدا هتشاهدوها معنا دلوقتي، فيلا بينا نبدأ من كتاب كالعادة بيبدأ المعاصر انه يعمل لك ريفريش للانفورميشن اللي كانت في اللسونز اللي فات، فيلا بينا نبدأ نحلها. نمبر 1 water and wind and sunlight affect the heat transfer in the water cycle. هل الووتر والويند والسلايت بيأثروا على الووتر سايكل، انتقال الحرارة في الووتر سايكل؟ ايه رأيكو؟ طبعا يا مس، احنا اخدناها بالتفصيل الحصة اللي فاتت. نمبر 2 the heat of sun transfers from space to earth atmosphere by radiation. هل الحرارة بتتنقل من الشمس للسبيس عندنا في الارض عن طريق الراديشن؟ يا مس، امال الكونفكشنز دي؟ لأ، قلنا بتتنقل خلال الـ Earth Atmospheres، خلال الأرض من خلال الـ Convection، أما من الصن للأرض عن طريق الـ Radiation. أوكي، يبقى الإجابة It's right. تعال بقى نكمل. بيقول لي هنا الـ Convection is a type of heat transfer. ما أنا عارف إن أنواع أو عندي 3 ways من الـ Heat Transfer، الـ Convection والـ Radiation والـ Conductions. وعرفنا يا مس إن الـ Convections بيحصل ما بين الجاز والـ Liquids، الجازس وبعضها والليكويدز وبعضها، والكوندكشنز ما بين الحاجات السوليدز، والراديشن بيحصل ما بيننا وما بين الصن. كمان عندي عرفنا الليسون اللي فات ان الهوت موليكولز سواء للووتر او الجاز بيكون عندها ليس دينستي، وعشان كده بيحصل لها رايز ابورد، تطلع لفوق. اما الكولدر موليكولز الحاجات الساقعه سواء اير او ووتر بيكون عندها مور دينستي، تقيله، وعلشان كده بتقع لتحت، بيحصل لها فول داون. كمان عرفنا ان الكونفكشن والجرافيتي فورس افكت ذا موفمنت، بيأثروا على حركه الووتر خلال الووتر سايكل. تمام. تعال بقى نشوف الاكتيفيتي دي. هنتفرج مع بعض على شخص بيعمل نفس الاكسبيرمنتس، يعني تقريبا هي، ونرجع للتجربه بتاعتنا. بعد ما شفنا الشخص اللي بيعمل التجربة، تعالوا بقى نشوف. هنا بيقول لي التولز بتاعتي هي عبارة عن 2 جار دول فيهم مية hot water و cold water، و glass jar فاضيين بقى هنعبيهم بقى. نحط هنا واحد فيه مية سخنة وواحد فيه مية ساقعة cold water و hot water completely، نملاهم للآخر. بعد كده هنجيب food coloring، يعني ألوان طعام، coloring food. هنحط واحد الهوت هنملاه، يعني هنحط له قطرات من اليولو كولر، اما الكولد هنحط له قطرات من البلو. هنجيب بيسن او حوض ونحط فيه المايه السخنه بس علشان ما تطرطش علينا وممكن تعورنا، ونجيب الكولد ووتر نغطيه بس كده بحاجه من البلاستيك، حاجه خفيفه، ونيجي بقى نعمل تيرن نحوله او نقلبه فوق الحاجه السخنه. هنلاحظ ان انا عندي الموليكولز او الجزيئات او المايه السخنه بقى حصل ما بينها وما بين المية الساعة اللي فوق، حصل ما بينها وما بين المية السخنة اللي تحت ميكسينج. ليه حصل ما بينها ميكسينج؟ ان الكولد فوق تقيل عنده مور دينسيتي، اما الهوت تحت خفيف لايت عنده ليس دينسيتي، فما قدرش يتحمله فوقيه، فحصل ميكسينج ما بينهم وتحول جزء عند للون الجرين. وده نفس اللي حصل في الفيديو، بس الفيديو الراجل كان مستخدم لونين غير البلو واليولو. تمام. طب تعال تشوف الاوبزرفيشن، هتلاقي وفي خطوط هنا لان انا الفيديو ده سجلته مرتين، وصلت فيه لغايه هنا وصول كمية، وفجأة اللابتوب فصل وحده كده والفيديو اتحذف، فانا بعيده للمرة التانية.
طب هنا بقى هنعمل ريبيت، هنكرره بس باختلاف الوضعية. يعني ايه؟ هجيب الكولد تحت والهوت فوق، مش هيحصل ما بينهم اي ميكسينج، والهوت هيفضل ايه فوق، يبقى في المرة التانية زي له and blue water don't mix. تمام. تعال بقى نشوف الاكسبلينيشن او الشرح. بيقول لي ان في الحالة الاولى حصل ميكسينج للووتر. ليه؟ قال لي ان الهوت ووتر ما قدرتش تستحمل بقى الكولد ووتر اللي فوقيها اللي هي مور دنستي، يبقى الهوت ووتر اللي هي لس دنستي رايز ابورد وايل ذا كولد ووتر مولكولز مور دنستي فول داون، وقعت باي ذا هيلب اوف جرافيتي فورس. اما الحاله الثانيه في الكيس 2 نوت ميكسينج. ليه؟ وذ ذا لس دنس انا عندي الاقل كثافه اللي هي الهوت ووتر كانت فوق فمرتاحه، مولكولز ار ات ذا توب كده كده كانت فوق، and the more dense اللي هي الأكثر كثافة أو التقيلة بقى من ال water molecules are the bottom كانت تحت، فخلاص هي برضو مرتاحة. So mixing doesn't occur، وعلشان كده ما حصلش إيه mixing ما بينهم. Conclusion: convection currents and gravity. وقلنا convection currents استخدناها الحصة اللي فاتت، ومعناها إن أنا عندي حاجات hot بتطلع لفوق وحاجات cold بتنزل لتحت، وده معنى convection currents او التيارات، تيارات الحمل او تيارات الووتر او تيارات المي الجازس، سواء كانت hot او كانت ايه cold. تمام. تعال بقى نشوف اللي تشيك ده. one convections and gravity. convection and gravity affect the movement of water through. number two hot water molecules which have less density rises upward. number three cold water molecules which have more density fall down. تعال بقى نكمل. Activity 10 بتقول Earth's winds أو الرياح الأرض. هنا بيقول لي إن الـ Earth has a global wind system. الـ Earth عندها system خاص بيها عالمي لكل الويند اللي موجودة عليها. يعني الويند اللي عندك في القاهرة هي تبع system لكل الويند اللي موجودة على الأرض. That consists of الويند دي بتتكون من winds blow in a constant direction. اتجاه الويند ليها اتجاه محدد وثابت. Over a long period of time من فترة زمنية، يعني بتتكون من رياح بتهب لفترات زمنية كبيرة وبتبقى في نفس الاتجاه أو في اتجاه ثابت. Wind is a main factor. الويند أو الرياح هي من الحاجات الأساسية أو العوامل الأساسية اللي determining اللي بتعمل او بتحدد عندي الويذر اند كلايمت. ازاي يعني؟ يعني لو جه عندي شويه ويند حراره النهارده في القاهره، والويند دي الرياح دي كانت محمله بمطر، خلاص فالمطر هتمطر. طب الويند دي كان جواها هيت حراره، فالجو هيبقى عندك ايه؟ سخن. طب الي ديلي ويذر كونديشن ديبند اون ويند. الطقس اليومي بتاعك بيعتمد على الرياح اللي جايه لك، سواء الرياح دي كاري بتحمل عندي هيت حراره، ولا مويسترز، ولا رين مطره، ولا سنو، ولا دست غبار. زي مثلا احنا ما بنقول عندنا في مصر ان عندنا رياح الخمسين، او عندنا رياح قادمه من اوروبا. طب ايه اللي جاب اوروبا لينا؟ ما احنا لسه قايلين ان الويند دي بتمشي في اتجاه كونستانت، وهي عباره عن سيستم، يعني كل الرياح اللي في الارض دي هي حلقه واحده، هي حلقه ايه واحده. تمام. So the change in wind causes the change in weather. التغير في الويند هو بيسبب عندي تغير في الطقس او المناخ اللي حواليا. طب الجزء ده احنا اخدنا زيه الحصة اللي فاتت. الحصة اللي فاتت اخدنا ان انا عندي اللاند الارض، وكمان عندي السي البحر او الووتر، وقلنا ان درجة حرارة او الهيت بتاعت اللاند غير مختلفة عن درجة حرارة السي، وبسبب الديفرنس ده بيحصل عندي convection current. هنا بقى بنقول ان انا عندي unequal heating of the earth between poles النورث بولز والساوث بولز، ودول عبارة عن القطب الشمالي والقطب الجنوبي، ودول كلهم تلج. وعند الإكويتور، والإكويتور قلنا الجزء اللي بيبقى مواجه للشمس، وإن الري بتاعة الشمس بتنزل عليه بيربنديكولار، وإنه بيبقى very very hot. طب حاجة ساقعة قوي ومتلجة، وحاجة سخنة قوي،
تمام. يبقى عندي هنا difference في temperature أو difference في الهيتنج، وده بسببه بيحصل عندي generating wind. generates wind يعني بيحصل عنده، بيحصل منه رياح أو بيولد عندي وبيسبب عندي تكوين مين formation للwind. wind help in transporting water through water cycle. الwind بتساعد على انتقال المية من مكان للتاني من خلال water cycle. اه ده احنا حتى لو جينا في البيت فتحنا الحنفية كده شوية وجينا بقى لعبنا فيها شوية في الصيف وبس عملنا كده، عملنا فيها نفخنا فيها، هيتحصل ايه؟ اه ده المية هتتحرك ماشي؟ طب اوعى تعمل كده، لا ده تبذير للمية. بس انا بقولك يعني ممكن، انا بقولك بس ان دي اكسبيرمنتس انت ممكن تجربها عندك في البيت، ان الويند اللي طالعة مش انت مش بتطلع ويند بقى، انت بتطلع كربون ديوكسيد في صورة جازز تمام؟ هواء، والهواء ده بيحرك عندي مين؟ الووتر. نفس الفكرة بس طبعا باختلاف ان الويند هنا كتير قوي وشديدة غير الهواء اللي انت هتطلعه من بقك تمام؟ الويند helps in transporting water through water cycle by carrying water vapor، عن طريق ان هي بتحمل الووتر فيبر، or by forming ocean current، او بتسبب عندي الocean current. طب what are the factors that determine the wind direction؟ ايه العوامل او الحاجات اللي بتأثر عندي على الويند دايركشن؟ تعال نشوف. قال لي الـ amount of solar radiation that reaches the earth، كمية الإشعاع الشمسي، هل أنا وصلني إشعاع كتير من الشمس فدرجة الحرارة عالية قوي في الصيف مثلا اللي بتوصل للأرض، والـ rotation of the earth دوران الأرض. وإحنا عرفنا أو لو أنتوا لسه ما كنتوش فاكرين ان الارض دي بتعمل روتيت حاجتين، بتعمل روتيت حوالين نفسها حوالين الاكسس بتاعها، وبتعمل روتيت حوالين الصن. فالروتيشن دوران الارض ده كمان بيأثر عندي على الويند مين دايركشن او على اتجاه الرياح. How does wind form؟ طب ازاي بقى الويند بتتكون؟ قال wind is generated when the warm air rises up by the effect of sun radiations and it's replaced by cooler air that flow from nearby area. يعني ايه؟ انا عندي طلع هواء سخن اترفع لفوق ماشي، قابل او لمس cooler air هواء بارد، هواء وهواء مش مية وهواء تمام، ده ساعتها هيسبب عندي الويند، هيسبب عند مين الويند او الرياح. طب تعال نشوف. قال لي if the warm air contain enough amount of water vapor، لو انا عندي هواء سخن والهواء سخن عنده كمية كبيرة او كمية كافية من الووتر فيبر اللي هو الغاز during its rising، اثناء ما هو بيرتفع وبيطلع لفوق the water vapor. طب وده طب والووتر اير يا مس جه منين؟ اه ده بيبقى اير جوه الارض ساقع، جت عليه حراره الشمس سخنته فارتفع لفوق. الووتر فيبر هنا بيحصل ايه؟ بيحصل له ايه لما يقابل حاجه ساقعه؟ the water vapor بيحصل له condenses تمام. so the air loses this is water. احنا قلنا في حاجتين بيحصل عندي لوزس او فقد درجات الحراره، ايه وايه؟ عمليه ايه وعمليه ايه؟ الفريزنج والكوندنسز. الفريزنج والكوندنسنج. طب حصل له بقى الووتر فيبر ده حصل له كوندنسز وفقد درجات حراره منه. The air loses this is water in the form of rain، وهتمطر المطره. At the same time في نفس الوقت cooler air هواء ساقع masses flow يعني كتله masses يعني الكتلة بتاعته flow from nearby area to replace the rising warm air. تمام أنا عندي هواء سخن ساب الأرض وطلع لفوق، أكيد مكانه هيتكون عندي أو هيحل محله هواء سائع تمام، أهو replace rising warm air. when the warm air flow away from its place to another، لما الهواء السخن ده بقى يسيب مكانه ويروح لمكان تاني it cools and descends، هيحصل له تبريد وتكثيف تمام، ويحصل له ايه fall down ويقع تمام، اول ما يسقع هيقع. by the time بمرور الوقت it reaches the earth's surface again، يصل للارض تانية and become dry.
الدراي اير ده هيكون عندي مجموعه من الديزرتس اراوند ذا ايرث. بعد كده ذا اير فلو باك، الاير بقى هيطلع تاني وهيلف اللفه بتاعته تو ذا سيم بليس، وهكذا حد يطلع وحد ينزل، هوا سخن يطلع ينزل مكانه هوا بارد وهكذا. تمام تمام طب تعالى بقى نشوف الوردس اللي ممكن نقراها. earth wind pillow descends كلمه جديده عليك، group equator main moistures dust nearby area pools global wind system daily weather conditions. what would happen if there is no wind on earth؟ طب ايه اللي يحصل يعني لو ما بقاش عندي ويند على الارض؟ قال لي لا ده يعني حاجه ربنا خلقها اكيد ليها مليون فايده. قال لي the regions around the equator become extremely hot، يعني الاماكن اللي حوالين الاكويتورز ده هو بيلطف ساعات من الجو بتاعها. تخيل بقى لو ما كانش عندي ويند يبقى الاماكن دي هتبقى extremely hot and the pole will completely freezes. اما هو بيجي من هنا مثلا جاي جواه cold هواء ساقع، يجي يقع حلو الهواء الساقع يروح ملطف الحته دي الاكويتور السخنه دي، يحسوا ان في نسيم من الهواء عندهم. طب تمام يطلع من عندهم هواء سخن يروح عند الهورس البولز النورس اللي هم فريزز، يروح عامل ايه عندهم؟ شويه سخونه. تمام ده اللي اسمه الكونفكشن كارنت او النظام العالمي للويند. Some ecosystem will change completely. بعض الإيكوسيستم ممكن تتغير تماما. Some ecosystem may disappear. بعض الإيكوسيستمز ممكن تختفي لأنها بتعتمد اعتماد كل على مين؟ على حركة الويند. تعال بقى نعمل تشيك. The factors that determine the wind direction are the amount of كمية طبعا السولار راديشن اللي هتحصل عندي أو تيجي عندي من الشمس. لو زادت يبقى أنا عندي ويند محملة بالهيت، لو كانت قليلة يبقى أنا عندي ويند محملة عندي بي رين. reach the earth and rotation of ودوران الأرض حوالين قلنا نفسها وكمان حوالين الشمس. نقط is the main factor in determined نقط and climate. الويند طبعا is a main factor هو حاجة رئيسية in determined weather and climate في تحديد الطقس والمناخ. exercise number one choose during أثناء washing your hands أثناء ما أنت بتغسل إيديك water falls down from the water tap towards your hands by the effect of طبعا اللي بيسحب المية لتحت هو مين؟ الجرافيتي. number two all the following are examples of convections currents effect except كل ده بسبب تأثير الكونفكشن كارنت ما عدا cold air move up above hot air. الكولد اير بيتحرك above فوق الهوت اير، طبعا الإجابة it's wrong ده العكس. very hot air move above warm air. ال very hot بيتحرك فوق ال warm air لأنه أسخن منه. number c ال hot water move above cold water الوارم ووتر موف اباف كولد ووتر يبقى الاجابه الصح اللي انا بدور عليها هي ايه. نمبر 3 ويند از برودوسد باي ذا هيلب اوف بسبب ايه؟ الووتر تيربين السولار راديشن السولار راديشن. نمبر 4 ويند از فورمد وين نقط رايزز اند ريبليسد باي نقط ذات فلو فروم نير باي اريا. مين اللي بيحصل له رايزز؟ الوارم اير اللي بيحصل له رايزز الوارم اير. تمام we replaced by وبيستبدل ب cold air. تمام يبقى warm air بيطلع لفوق وبيستبدل ب cold air ينزل لتحت. number 5 when warm air contain big amount of نقط the warm air loses it in the form of rain. طبعا لما الورم اير يكون محتوي على water vapor كميه كبيره من الوتر فيبر الورم اير ده بيعمل touch مع اي حاجة ساقعة ويفقد loses الحرارة دي ويتحول لمطرة. number 6 when warm air is cold لما يبقى ساقع it will move طبعا مدام هو cold يعني اتسقع يبقى فقد حرارته يبقى هيحصل له downward. number 7 the hot air causes the formation of many deserts.
طبعا اللي بيشكل عندي ميني ديزرتس هو الدراي يعني ما فيهاش مطره. نمبر 8 when the help in transporting water through the water cycle by carrying الويند بتساعد عندي نقل الميه من خلال دورة أو من خلال الووتر سايكل by carrying water fiber plants leaf small rocks ولا sand grain طبعا من خلال حملها للووتر فيبر. True or false. Number one, solar energy is the main energy هي الطاقة الرئيسية which is a causes the movement of convection current in atmosphere and ocean. طبعا it's right. Number two, due to radiation currents warm water move above cold water. هل أنا أخذت حاجة اسمها radiation currents ولا أخذت حاجة اسمها convection؟ طبعا convection currents. Number three, the direction of wind is determined by the amount of solar radiation received by the earth. طبعا it's right. Number four, as air is warmed by the sun the air will fall down. طبعا it's wrong. ليه؟ مدام هي تسخنت يبقى يحصل لها rises up. Number five, wind is caused by the continuous exchange between the warm air and the cold air. طبعا بيحصل عندي تبادل ما بينهم. Number six, when the warm air flow away from its place to another one, it will cool and move down. الwarm هيحصل لها move down. طبعا it will cool هتتبرد وتنزل لتحت. طبعا it's right. Number 7, deserts are formed by the effect of moist air. طبعا it's wrong. أمال إيه؟ dry يعني الجافة يعني مفهاش water vapor. Number 8, unequal heating of the earth between the poles and the equator generates wind. طبعا it's right. Question 3, scientific term. It is caused when air warmed by the solar radiation rises and is then replaced by cooler air that flow from nearby area. طبعا ده بيتكلم عن تكوين الويند. Number 2, it is the main source المصدر الرئيسي which is responsible for warming of air and forming wind. طبعا السولار راديشن. Number 3, large area of land which are formed due to the effect of dry desert, dry air. طبعا هي desert. Question 4, complete. The global wind system of the earth consists of بيتكون من ايه؟ that blew in constant direction. طبعا بيتكون من مين؟ من winds. يبقى نكتب هنا winds. بيتكون من winds that blew in constant direction. ممكن تعلم على two words دول فوق علشان ما ترجع لهمش تاني. Number 2, the direction of wind is determined by the amount of بتعتمد على كمية ايه؟ السولار راديشن. Received by the earth and the نقط of the earth. طبعا ودوران rotation of the earth. يبقى انا خدت كمان كلمة rotation. Number 3, when warm air contain enough water vapor it loses this water in the form of rain. تفقد الحرارة دي وبتقع على هيئة مطرة. Number 4, when warm air is cold it will move. مدام هي سخنة وتسقعت يبقى it will move down هتقع. While cold air move warm air is cold it will move downward. While cold air move not when it is warmed لما يتسخن بقى هيتحرك لفين؟ upward. هنا بقى الجملة دي لازم تاخد بالك منها. ما تشوفش warm تقول upward، لا شايف بقولك ايه is cold يعني هي كانت سخنة بس اتسقعت، وهنا هي ساقعة بس اتسخنت. تمام. Number 5, dry air causes the formation of large area of desert. طبعا اخر كلمه عندي. Give reason number 1, on adding warm water to cold water
without shaking the warm water stay above. المية السخنة هتفضل فوق. And cold water without mixing. من غير ما هما يحصل ما بينهم mixing. Because the warm water has the less density. أما ال cold water has larger density. آخر حاجة معانا question 7. Look at the following. عندنا area A جواها hot weather. عندها hot air. و area B عندها cold weather. Cold air. تمام؟ هنا بيقول لي air in area A move upward. بيتحرك لفوق. Because it has less density. أما A 2 number air in area A become hot. يبقى hot by the effect of solar radiation. بسبب حرارة الشمس. Number 3 air in area B move down. هينزل لتحت. Because it has more density. أما when air in area A لما area A ده يجي هنا الهواء بتاعها تحرك لأريا B it loses thermal energy هيفقد درجة حرارة بتاعته so it will fall down هيقع في شكل مين؟ في شكل rain. وبكده grade 6 نكون خلصنا مع بعض lesson number 4. اعذروني لو كنت قصرت في الليسونز ده، زي ما بقول لكم الليسون ده اتشرح مرتين، مرة الفيديو اتحذف ودي المرة التانية، فاعذروني لو كان في أي تقصير في الشرح. ماشي؟ يلا مع السلامة. السلام عليكم.